مرحبا بكم في جيل بسكوب. احنا تو كالعاده في مدرسه اولاد عمر، معانا معلمه من نفس المدرسه. شنو ردة فعلك بعد ما جاكم التهديد هذه والرساله هذه اللي فيها تهديد لكم كمعلمات؟ والله في وقت بعثت الرسالة تفاجأنا، على خاطر هذه حريات شخصية وفيها ألفاظ معناها ما تدلش على، نجم نقرأ لك بعض الكلمات منها: السافرات، المتبرجات، المنتميات سابقا للتجمع الكافر. احنا في بالي كنا مسلمات ومسلمين، ما عندناش في التعليم حاجة كمان هيك، بس فينا شوية رعب وشوية خوف، سرتو بالاخص فما زميلات جدد وبعاد على المنطقه ونطمنوهم وتونس بخير ان شاء الله. انت خفتي ولا ما خفتيش؟ والله في البدايه ما نكذبش عليك تفاجات، خاطر احنا تعودنا، ما كانش متوقع. احنا سلك التعليم معناها وظيفه كما تعرفها نزيهه، نربوا في اجيال، نخرجوا في اجيال صالحه، ربنا جيل بعد شيء. معناها بالنسبة لنا كان صدمة، على خاطر شنو كانت ردة فعلكم كمعلمين هذا في المدرسة هذه؟ شنو عملتوا بالضبط؟ عملنا وقفة احتجاجية، تلمينا وقفة، عملنا وقفة احتجاجية صباح الخميس نصف ساعة دامت، بلغنا صوتنا للجميع، تساندوا معانا. مديرنا كان بصراحة في قضية موقف جدي للغاية، تعاوننا، تعامل معانا، بلغ السلطات اللازمه، حمانا، طمأنا، نخدموا تو في جو اريحيه، لخاطر نصور ان العنف ما يوصل حد شيء. اكيد، شكرا لك، يعطيك الصحه. السلام عليكم. عمر جليلي، مدرسه ولاد عمر. فعلا الرساله احست بعض الارتباك في صفوف بعض الزميلات، ولكن معناها لا باس، معناها نخدموا جو لا باس، ما ثم حتى اشكال. هي فيها تهديد، هي فيها تهديد، وان كان اخذيناه كمحمل جد، ولكن اللي نطلبوه هنا هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يكون من امر منكم بمعروف فليكن امره بمعروف، ما يجيش تامر بمعروف وانت بطريقه هذه ليست طريقه اسلاميه حسب ما انا والله اعلم. شكرا لك، صح.